المحترم الأستاذ الدكتور عرفان عبد الدايم، الأستاذ في كلية التربية، اللجنة التنفيذية لبرنامج تحليل الأخطاء، والمحاضرين والمحاضرات الكرام. أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة ثانية إلى برنامج تحليل الأخطاء. نبدأ اجتماعنا اليوم بقراءة أم الفرقان الفاتحة. والآن نتشرف المجلس بدعوة أخي الكريم أسناوي بن أبي بكر لقراءة الدعاء، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك، كما نورت الأرض بنور شمسك، أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقولنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير الجزاء. أيها الحاضرون والحاضرات الأعزاء، بدون إضاعة الوقت ندعو الأستاذ الدكتور عرفان عبد الدايم لإلقاء كلمته ومحاضرته، فليتفضل مشكورا ومأجورا. انظروا يا شباب، ابتداء كل الأسماء كما هي، كل
الأسماء كما هي، لا تضف إليها ألف ولام أو لا تحذف منها ألف ولام. يعني مثلاً عندي كلمة مصر، كلمة مصر لا يوجد فيها ألف ولام، لا تضف إليها ألف ولام أبداً. لماذا؟ لأنها مثل محمد، مثل أحمد، هذا لا تضف إليه ألف ولام أبداً. إذا كان الكلمة فيه لا يوجد فيها ألف ولام، خلاص لا يوجد فيها ألف ولام أبداً. هذه كلمات، هذه أسماء البلاد وأسماء العباد. فهمت ماذا؟ أسماء البلاد والعباد، يعني الناس، يعني كل الأسماء، محمد، أحمد، علي، هذا ليس فيه ألف ولام، لا تضع له ألف ولام. مثل فاطمة، لا تقول الفاطمة. مصر، ماليزيا، تركيا، ماذا يوجد أيضا؟ مصر، ماليزيا، تركيا، أمريكا، فلسطين، فلسطين، طبعا لا يوجد إسرائيل، هذا غير موجود أصلا، صحيح؟ هذه الأسماء لا، ليس فيها بريطانيا مثلا، ليس فيها ألف ولام، خلاص لا تضيف له ألف ولام. نعم. كيف بمرشحة الجامعة الإسلامية العالمية الماليزية؟ هذه صفة. الماليزية وليس الماليزيا. هناك فرق بين، فهمت هذا؟ أنت أخذت من ماليزيا صفة. لا يمكن أن تقول الجامعة الماليزية، الجامعة الإسلامية العالمية الماليزيا. ماليزيا اسم بلد. اسم بلد لا يوجد فيه ألف ولام. خلاص لا تضيف إليه. مثلا أقول لك الطالب المصري، هذا أصبح فيه ياء النسب، يكون صفة. الماليزية فيها ياء النسب، تكون صفة. مثلا ماذا؟ الفلسطيني، الفلسطيني ليس فلسطين، فلسطين اسم البلد، واضح هذا؟ لكن الصفة أو النسب، كل الأسماء إذا دخل عليها ياء النسب يكون فيها. مثلا أنا أقول محمد، دين محمد الإسلام، محمد، هذا محمد لا يمكن أن أقول ألف ولام، ولا يمكن أن أضع ضمير أيضا، لا يمكن أن أضع ضمير، ولا يمكن أن أضيف ألف ولام. يعني يمكن أن أقول محمد، محمد لا يمكن أن أقول هذا. فهمتم هذا؟ طيب لا يمكن أيضا. طيب لو أنا قلت محمد، مثلا محمدي، أنا محمدي، أنا مؤمن بمحمد، محمدي، الآن هو ليس اسم محمد، الآن ماذا؟ أصبح نسبا منسوب، صح؟ يمكن أن أزيد ألف المحمدي. مصر مثلا أو ماليزيا، مصر وماليزيا هذا اسم بلد وهذا اسم بلد، لا يمكن أن تضيف ألف ولام، لا يمكن هذا. طيب لو قلت أنا مصري، 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 يوجد ألف ولام، ما لي زي، يوجد ألف ولام، هنا يمكن أن تضيف ألف ولام، وهنا ألف ولام، لأنه أصبح صفة وليس علما. هناك أسماء فيها ألف ولام، العباس، عم الرسول صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ العباس، لا تحذف الألف واللام، خلاص؟ اسمه هكذا. مثلا السودان، لا تحذف الألف واللام. الصومال، لا تحذف الألف واللام. السعودية، الأردن، اسمه هكذا، هو اسمه هكذا، لا تغير اسمه، لا تغير اسمه، واضح هذا؟ هذه أول نقطة من الكثير من الطلاب يخطئون في هذا، يقولون الفلسطين، الأردن، الفلسطين، النصر، الأردن من النصر، لا يوجد النصر، لا يوجد، يوجد مصر فقط. فهمتم هذا؟ طيب شيء آخر، نتمنى بأن يكون تحرير الفلسطين سيأتي. ما الخطأ هنا أيضا؟ سيأتي؟ ستأتي. لماذا تأتي؟
لماذا تأتي؟ فلسطين. فلسطين؟ من الذي يأتي؟ فلسطين أو التحرير؟ التحرير. إذن يأتي أو تأتي؟ لا توجد مشكلة في هذا، صح؟ لا توجد مشكلة. يوم. يوم؟ ماذا به؟ عند أن. عندما نتمنى هذا للمستقبل، صحيح؟ نتمنى. أتمنى أن أراك. هل الآن أو في المستقبل؟ في المستقبل، صحيح؟ طيب لماذا نستخدم مستقبل مرة أخرى؟ سي مستقبل ومستقبل علامتان للمستقبل، هذا غير مقبول. علامتان للمستقبل غير مقبول. نتمنى بأن يوم تحرير فلسطين يأتي. نتمنى اصلا متعدي نتمنى، وهذه ايضا قضية من القضايا التي ينبغي لك ان تتعلمها بشكل جيد، اللازم والمتعدي. نتمنى نتمنى بان لا نتمنى ان يوم تحرير فلسطين ياتي، هذا ممكن، والافضل نتمنى ان ياتي يوم تحرير فلسطين. يوم تحرير فلسطين. يوم تحرير فلسطين. يوم تحرير ويوم بدون الف ولام. نتمنى ان ياتي يوم تحرير فلسطين بدون الف ولام. واضح هذا؟ واضح. طيب هنا كما قال شاعر تميم البرغوثي، تحريرها كلها ممكن. هل يوجد خطأ هنا؟ الشاعر لأنه معرفة، ذكر اسمه تميم البرغوثي، يعني معروف. إذا لماذا هنا نكرة؟ الشاعر تميم البرغوثي معروف أو غير معروف؟ إذن يجب أن يكون الشاعر معرفة. واضح هذا؟ واضح. جميل. هنا أود أن أشارك معكم الآية الكريمة، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. طبعا الآية الكريمة ليس فيها خطأ لأنها منقولة طبعا، ولكن أود أن أشارك معكم الآية القرآنية. أن أشارك معكم الآية القرآنية. ماذا؟ آية؟ آية فقط؟ أود أن أشارك معكم الآية القرآنية؟ معكم؟ ماذا؟ أشارك معكم ماذا؟ ما الخطأ؟ أشارككم. أود أن أشارككم الآية القرآنية هكذا أيضا؟ الآية القرآنية لا. الآية من القرآن. أود أن أشارك معكم الآية. لماذا تشارك معي الآية القرآنية؟ أود أن أعرض لكم الآية القرآنية. نعم. المشاركة يعني تعرف المشاركة هذا بيني وبينك. أنت عندما تكتب وحتى أعرض لكم الآية القرآنية هنا ممكن في الكلام عندما أتكلم أريد أن أعرض لكم الآية القرآنية لتفهموا المعنى، أريد أن أعرض لكم الآية القرآنية لتفهموا المعنى، ولكن عندما أكتب ولننظر إلى الآية القرآنية وهي تقول ننظر هنا بمعنى نتفكر، ولننظر إلى الآية القرآنية حين تقول ولا تحسبن الله. إذا هنا ندعوه للتفكر ليس للمشاركة. فهمتم هذا؟ إذا الأفضل هنا ولننظر إلى الآية القرآنية وهي تقول التي
تقول ولا تحسبن الله. واضح هذا؟ ولننظر إلى الآية ولنقرأ الآية القرآنية ولنتفكر ولنتدبر. القرآن ليس للمشاركة، ليس في الفيسبوك هذا، صح؟ القرآن جاء للقراءة والتدبر والنظر والتعقل. واضح هذا أم لا؟ واضح. طيب، هنا لا يوجد اسم البلد إسرائيل. لا يوجد اسم البلد إسرائيل. هم الجبن الذين جاءوا من في غزة وهم ظلموا الفلسطينيين. أين أعطاهم؟ حسب أي اسم؟ لا يوجد البلد إسرائيل؟ اسمه لا يوجد بلد أو البلد؟ لا يوجد؟ قل اقرأ الجملة، اقرأ لا تفهم. لا يوجد البلد اسمه إسرائيل. خلاص، طيب، لا يوجد البلد اسمه إسرائيل. جميل، صحح جزءا. لا يوجد بلد اسمه إسرائيل. لا يوجد يعني نكرة. لا يوجد، لماذا تقول البلد؟ أنت تريد أن تنكر لأنه غير موجود، ليس حقيقة، نكرة. من عن نكرة؟ غير معروف. لا يوجد بلد اسمه إسرائيل، لكن لو قلت لا يوجد البلد اسمه إسرائيل، أنت تعطيه شيء من التعريف. فهمتها؟ كأنه معروف، كأنه معروف. إذن هنا لا يوجد بلد بدون ألف ولام اسمه إسرائيل. اسمه إسرائيل، وكلمة بلد مذكر، لذلك أقول اسمه، لا أقسم بهذا البلد. خلاص، امسح كل هذا، لا امسح هذا، امسح هذا، وقل لأنه لا توجد مواصلة كافية، لأنه لا توجد مواصلات كافية. هذا يكفي، أو للخروج من هذا المكان، للخروج من
طيب من يحاول من البنات؟ انت من نعيم اولاد من بس ممكن بسرعه نور نجيحه ليس الجنه طيب جلس مكان جنه ثاني طيب جميل جنه اسم جميل جدا طبعا ماذا يا نجيحه ما اقتراحك في الجواب طيب أصيب المباني في غزة حتى البيوت والمستشفى والمساجد إذا ما هي المباني؟ البناء المباني أصيب المباني حتى البيوت عندما أقول قتل الناس حتى الأطفال هذا دليل على أن الأطفال يعني آخر شيء يمكن أن نفكر في قتلهم صح؟ قتل الناس حتى الأطفال لكن هنا قالت ماذا؟ أصيب المباني حتى البيوت والمستشفى والمساجد. إذا كل المباني جاءت. لكن لو قالت ماذا؟ أصيب المباني حتى المستشفيات. إذا المستشفيات بعيد لا نفكر في ضرب المستشفى. فهمتم هذا؟ نحن لا نفكر في ضرب المستشفى. لأن هذا القانون الدولي يمنع هذا. القانون الدولي قانون امريكا طبعا عرفوا قانون امريكا يقول لا يمكن ان نضرب المستشفى لا نضرب المستشفى في الحرب لا نضرب المستشفى هذا قانون امريكا ولكنهم يضربون عند الحرب لانه لا يوجد عندهم قانون لا يوجد عندهم قانون هذا قانون فقط مكتوب على الاوراق نعم طيب هنا المباني مفرد ام مثنى او جمع جماعه المفروض أنها مذكر أو مؤنث. إذن ماذا نقول؟ أصيبت المباني. هل هي أصيبت فقط؟ ما معنى أصيبة؟ أصيبة يعني شيء صغير هكذا. صح؟ لو أن الواحد أصيب في قدمه يوجد ألم فيها جرح أو شيء صغير هذا أصيبة. صح؟ أصيبة. لكن هنا دمرت المباني ليست أصيبة. دمرت صح ام لا دمرت المباني طيب لو نريد فقط اصيبت نقول اصيبت وليس اصيبت لان المباني مؤنث دمرت المباني ها اكملوا في غزه حتى المستشفيات حتى المستشفيات لا نكتب البيوت والمساجد فالطبيعي انهم يضربون البيوت والمساجد حتى المستشفيات لان المستشفيات ممنوع الضرب ممنوع الضرب دمرت المباني حتى المستشفيات بالقنابل بالقنابل من إسرائيل لعنة الله معنى هذا أن إسرائيل هي اللعنة إسرائيل لعنة الله فهمتوا؟ ها؟ محمد مجتهد محمد هو المجتهد إسرائيل لعنة الله يعني اللعنة هي إسرائيل هي نعم هم لعنة نعم إسرائيل لعنة نعم ولكن لا أظن هذا الكاتب يريد هذا من إسرائيل عليها لعنة الله عليها لعنة الله واضح هذا؟ إذا هنا يجب أن أكتب عليها أكتب عليها لعنة الله عليها لعنة عليها لعنة الله طيب قاتل الإسرائيليون الفلسطين حتى الأولاد الصغار والآباء والأمهات والكبار قتل أحسن قاتل لأنه لا يوجد قتال هذا هم يضربون من السماء لا يوجد واحد يضرب واحد القاتل لما ما الفرق بين قتل وقتل بين اثنان يتقاتلان يتضربان اثنان متساويان واحد وأنا أضرب هذا وهو يضربني إذا هذا نعم لكن هنا قاتل الإسرائيليون قتل الإسرائيليون فلسطين أو فلسطينيين
قتل الإسرائيليون الفلسطينيين حتى ماذا؟ يا شباب هنا حتى قتل الفلسطينيين صحيح؟ من هم الفلسطينيين؟ كل الناس. لكن أنا أريد المبالغة فأقول حتى الأطفال والشيوخ مثلا، لأن أيضا في الحرب الطفل لا يقتل، في الحرب الطفل لا، هذا أيضا في قانون أمريكا الحقيقة هو قانون إسلامي، الطفل لا يقتل هذا قانون إسلامي، ولكن في القانون الدولي أيضا موجود الطفل لا يقتل. لماذا يقتل الطفل؟ لأنه هو لا يقتل صحيح. من يقتل؟ الذي يقاتل. إذا هنا حتى الأطفال والشيوخ. كيف نستخدم حتى يا شباب؟ انظروا هنا، لو قلت مثلا أكلت السمكة حتى رأسها، السمك الناس لا تأكل للرأس، أنا أريد أن أقول أنا أكلت كل شيء، فأقول أكلت السمكة، كل الناس يأكلون السمكة، طيب ما الزيادة عندك؟ حتى رأسها، واضح هذا؟ قتل الإسرائيليون الفلسطينيين حتى الأطفال والشيوخ، الأطفال والشيوخ لا يقتلون، ولكن الإسرائيليين يقتلون، فهمتم هذا؟ مثلا جاء سلمت على الحاضرين، سلمت على الحاضرين حتى النساء. الأصل أن الرجل لا يسلم على المرأة، فأنا أريد أن أؤكد حتى النساء، فهمتم هذا؟ إذا أنا ما بعد حتى؟ ماذا يوجد بعد حتى؟ الشيء الذي يمكن أن يخرج من الكلام. مثلا أنا لو قلت قتلت إسرائيل الفلسطينيين وخلاص، يمكن أن يأتي واحد ويقول لم يقتلوا الأطفال ولم يقتلوا الشيوخ، هؤلاء خارج الحرب، خارج، لا يدخلون في القتال، فأنا أقول له لا، حتى الأطفال والشيوخ قتلوا، واضح هذا؟ مثلا كتبت الكتابة حتى الهوامش، ما معنى الهوامش عرفتم؟ نعم، حتى الهوامش، أو قرأت الكتاب حتى الغلاف، حتى الغلاف، قرأت الكتاب حتى المحتويات، فهمتوا هذا؟ نعم. إذا استخدام حتى له معنى آخر غير الذي يفعله هذا الكاتب. أستاذ بقي وقت؟ لا، طيب عندي سؤال، يعني لعنة الله قاعد تسأل، يعني يمكن نستخدم الشرطتين فقط؟ يعني لو وجوا عليها فقط نستخدم الشرطتين علامة الترقيم؟ لو إذا لم تستخدم عليها سيكون المعنى إسرائيل هي لعنة الله، إسرائيل هي لعنة الله، نعم إسرائيل هي لعنة الله صحيح، ليس هناك مشكلة، ولكن الذي يريده الكاتب هو أن لعنة الله على إسرائيل، هذا الذي لا أظن أن الكاتب، لأن اللغة تبدو يعني ليست قوية جدا، لو قلت إسرائيل لعنة الله هذا يعني يفكر تفكير عميق جدا في اللغة، أعتقد الكاتب لا يريد هذا المعنى، هل الكاتب موجود؟ ماذا يريد أن يا شباب لا تخافوا، لماذا تخافون؟ أنا الكاتب. أنت الكاتب؟ نعم. أنت ماذا تريد أن تقول؟ كما تقول صحيح. نعم. ماذا تريد أن تقول؟ نعم صحيح كما تقول قبل هذا. ماذا؟ عليها لعنة الله. عليها لعنة الله. طيب إذن يجب أن أكتب عليها لعنة الله. لكن لو أنا أريد أن أقول هي لعنة الله،
ما إسرائيل لعنت الله. فهمتوا هذا؟ ولكن هناك فرق. هناك فرق في المعنى. هنا نحن هنا صح؟ هذا الأمر لا يتوقف هنا لأنه يريدون أن يقتلوا أخواتنا هنا كلهم ليبتز منهم الأرض الفلسطينية. أنت يا شفيقة؟ أنت؟ لا. لا، طيب. لماذا تضحكين إذن؟ من الذي كتبه؟ حافظ أيضا؟ لا. لا. من؟ كتبها جني. طيب هنا هنا ما الصحيح هنا؟ ما الصحيح؟ ما الصحيح هنا؟ طيب معي هنا القاتل، ليست المشكلة في القتل فقط، يعني إسرائيل لا تقتل لكي تقتل، إسرائيل تقتل لماذا؟ تريد أن تأخذ الأرض، تريد أن تأخذ الأرض. هذا الأمر لا يتوقف هنا لأنهم يريدون أن يقتلوا، لأنهم يقتلون لا يريدون، هم حقا يقتلون لأنهم يقتلون، لأنهم يقتلون الفلسطينيين. هذا الأمر لا يتوقف هنا لأنهم يقتلون ماذا؟ ممكن تقرأوا الجملة الجواب؟ الجواب الجواب لأنهم لأنهم يقتلون الفلسطينيين الفلسطينيين ها ليستولوا يستولوا يعني يأخذ بالقوة ها ليستولوا على أرضهم ليستولوا على أرضهم. طيب هنا حتى اليوم كثيرا منهم يشهدون مقتولون. الإسرائيلي أيضا لا يؤذن المساعدة من الدول القريبة للدخول إلى فلسطين. ها أميرة صحيح هذه الجملة؟ حاولي أن تصحيح. طيب
اليوم لا أدري لماذا حتى اليوم، ولكن حتى اليوم ليست خبر، كلمة حتى اليوم ليست خبر، لكن هنا لماذا تأتي في هذه الجملة؟ مباشرة كثير من الفلسطينيين قتلوا، قتل كثير من الفلسطينيين، قتل آلاف قبل أيام، قبل أمس 10,000 فقط، 10,000 قتل كثير، قتل آلاف الفلسطينيين، قتل كثير من الفلسطينيين. إذا هنا يمكن أن أقول كل هذا يلغى، نمسح هذا، قتل آلاف الفلسطينيين، قتل آلاف الفلسطينيين. الإسرائيلي أو إسرائيل؟ وإسرائيل وإسرائيل لا ها لا لا تأذن، لا تأذن ليس لا تؤذن، لا تأذن ها لا تأذن بدخول، هنا المساعدات من الدول القرار بالدخول إلى فلسطين، بدخول المساعدات إلى فلسطين، بدخول المساعدات بدخول المساعدات من الدول، من الدول القريبة القريبة إلى فلسطين، إلى فلسطين. ما عندهم كهرباء والدواء، ايضا قليل معالجة الناس، وايضا لا يمكن اتصال بالمستشفى للمساعدة بالمريض. ماذا نقول هنا؟ ماذا نقول هنا؟ ليس عندهم كهرباء والدواء، نعم طيب جميل شكرا. ما اسمه؟ شامي. يا تربية أو علم واحد؟ علم واحد، معرفة واحد. طيب شامي بارك الله فيك. هو عربية؟ طيب جميل. ما عندهم كهرباء والدواء أيضا قليل لمعالجة الناس، وأيضا لا يمكن اتصال بالمستشفى للمساعدة بالمريض. كيف للمساعدة بالمريض؟ يمكن أن أقول ماذا؟ ما عندهم كهرباء، الكهرباء مقطوعة، الكهرباء مقطوعة متوقفة، الكهرباء ما عندهم كهرباء. صحيح أيضا ممكن نستخدمه، ما عندهم كهرباء ممكن نقول هذا أيضا، لكن بقية الجملة لا. ما عندهم، ليس عندهم كهرباء ولا أو والدواء قليل لا يكفي، لا يكفي لعلاج المرضى، لعلاج المصابين، مصابين مصاب معنى مصاب عرفتم، لعلاج المصابين. طيب وكان أنا أيضا هنا أيضا كلمة أيضا تتكرر كثير، كلمة أيضا تتكرر كثير، لا التكرار ليس جيدا، التكرار ليس جيدا. وكذلك ممكن أقول كذا، وكذلك
لا يوجد اتصال بالمستشفى للإسعاف أو لإسعاف المرضى إسعاف يعني مساعدة. تعرفون سيارة الإسعاف؟ تعرفون سيارة الإسعاف؟ طيب إذا هنا يمكن أقول ماذا؟ ليس عندهم كهرباء والدواء قليل لا يكفي لعلاج المرضى، وكذلك لا يوجد الاتصال بالمستشفى لإسعاف المرضى. لإسعاف المرضى. طيب هنا لا يستطيع المخابر أن يبالغ ويتواصل مع الناس عن الأحداث الجارية في غزة. من هو المخابر؟ ما معنى المخابر؟ هل؟ ما معنى المخابر؟ ماذا تفهمون من هذه الجملة؟ ما أسمع؟ الصحفي نعم. لا يستطيع الصحفي أو لا يستطيع الصحفيون، ليس صحفي لأن كثير من الصحفيين هناك، لا يستطيع الصحفيون أن يبالغ. ومعنى يبالغ؟ ويتواصل مع الناس عن الأحداث الجارية. أن يبلغوا. ماذا قلت؟ أي يبلغ. يبلغوا صحفيون، خلاص قلنا. لا يستطيع الصحفيون أن يبلغوا ويتواصلوا. طيب لماذا يبلغوا ويتواصلوا؟ ما الفرق بينهم؟ لا يستطيع الصحفيون التواصل مع الناس. لا يستطيع الصحفيون نقل الأخبار إلى الناس، صح؟ لا يستطيع الصحفيون نقل الأخبار إلى الناس. نقل الأخبار إلى الناس لا يستطيع الصحفيون نقل الأخبار إلى الناس. خلاص لا نحتاج أكثر من هذا. ماذا نقول هنا؟ هؤلاء ماذا؟ ما المشكلة؟ تلك على الرغم من تلك الأحداث، جميل، لأن هؤلاء ماذا؟ للعاقل صح؟ الأحداث غير عاقل. على الرغم من تلك الأحداث أصابت حدثت. طيب ما رأيكم أنتم؟ على الرغم من تلك الأحداث أنا أسمع الإجابة هنا. من؟ أسمع الإجابة هنا. حميرة، قل يا حميرة، على الرغم من تلك الأحداث التي، لماذا التي يا حميرة؟ حميرة أو حميرة؟ طيب هنا على الرغم، من تلك الأحداث التي أصابت لا يحتاج إلى حرف جر، فلسطين واستشهاد الآلاف من
أبناء فلسطين. واستشهاد الآلاف من أبناء فلسطين على الرغم من كذا 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 كذا، إلا أن ماذا نقول؟ إلا أن ماذا؟ إلا أن البلاد في أنحاء العالم لا يقوم بالمساعدة. أولا هنا البلاد مفرد أو جمع؟ جمع، مؤنث أو مذكر؟ هنا يقوم، صح أم خطأ؟ تقوم، هذا شيء أولي. أي البلاد في العالم لا تقوم بالمساعدة على الرغم من المشكلات، إلا أن البلاد لا الدول حول العالم لا تساعد، أو إلا أن العالم لا يساعد أو لا يرسل المساعدات، لا يرسل المساعدات إلى فلسطين، إلى فلسطين. طيب دعاء الله ماذا نقول؟ دعاء دعا الله أو دعا الله لا أدري أن يعطي فلسطينيين القوة والنصر والحفظ والسلام. ماذا؟ صحيح؟ ندعو الله، نعم ندعو الله أن يعطي فلسطين، أن يعطي ماذا؟ فلسطينيين القوة. ندعو الله أن يعطي الفلسطينيين القوة والنصر. ندعو الله أن يمد لأن الله عز وجل يمد في سورة الأنفال يزيدكم الله بعشرة آلاف من الملائكة مسومين. نعم هذا يمد هذا يمد. ما معنى يمد؟ ما معنى المداد؟ يمد يعني أيضا يساعد أو يعطي أو، ولكن في هذا نستخدم يمد أو. ندعو الله أن يمد الفلسطينيين بالقوة والنصر والسلامة والحفظ، يمدهم بالحفظ. السلامة هي حفظ، نعم السلامة الثانية صح؟ هذا هو معنى الحفظ، لا نحتاج إلى كلمة الحفظ هنا. إذن هنا ندعو الله أن يمد الفلسطينيين بالقوة والنصر والأمن والأمان أو الأمن والسلام. ممكن ندعو الله أن يمد الفلسطينيين بالقوة والنصر والأمن والسلام، والأمن والسلام. هذا لكن يعطي هذا لا نستخدمه في هذه الأشياء المواضيع. كان هذا الصراع عبارة عن نزاع بين مجموعتين بشأن المطالبة منذ 75 سابقا. ما رأيك في هذا؟ أين الخطأ هنا؟ أريد جوابا منكم. طالما مجتمع العالم، أظن العالم هذا صح؟ الذي كتب العالم، أنا أخطأ. العالم صح؟ صحيح أم لا؟ طالما مجتمع العالم اشتباكات عنيفة حدث هذا الصراع منذ هذا. قوم مجتمع العالم، لا أدري كيف نقول مجتمع العالم. المجتمع بيئة صغيرة، المجتمع الماليزي، المجتمع العربي، هذا مجتمع صغير. لكن أقول مجتمع العالم، لا العالم لا يحتاج إلى كلمة مجتمع.
المجتمع هذا صغير مثل ماليزيا، مصر، المجتمع المصري، المجتمع السعودي، المجتمع الأردني، فئة معينة، مجموعة معينة، هذا مجتمع، لذلك اسمه مجموعة مجتمع، مجموعة مجتمع، لكن العالم كله لا نقول مجتمع، لا نقول إذا قاوم مجتمع العالم، قاوم العالم، اشتباكات عنيفة، حدث هذا الصراع، منذ 75 سابقا. ما معنى منذ 75 سابقا؟ يعني منذ 75 عاما؟ 75 عام قبل ذلك؟ لا أدري المقصود، أنا لا أدري. لو هذا المقصود، إذا يجب أن أقول حدث هذا الصراع قبل، حدث هذا الصراع قبل 75 سنة، 75 سنة، قبل 75 سنة، يعني 75 سنة مضى، قبل 75 سنة، لكن لو أنا لا أريد، لا أعرف ما المقصود بالضبط. إذا كان هذا المعنى المقصود أنه قبل 75 سنة، إذن هكذا صحيح، قبل 75 سنة، وخمس مؤنث مذكر لأن سنة مؤنث، واضح هذا؟ طيب، ما الذي حدث؟ نحن الآن في الصفحة 13، أعتقد لن نستطيع أن ننتهي من كل منها. طيب، ما الذي يحدث في زمن الحاضر؟ وهو حدث مستمر. تصرف إسرائيل بوحشية ضد الشعب الفلسطيني. ما رأيكم أنتم؟ زلفة أجيب. الذي يحدث الآن ماذا؟ حدث مستمر. حدث مستمر. الذي يحدث الآن حدث مستمر. بدأ منذ زمن وسيأخذ وقتا. الذي يحدث الآن حدث مستمر. حدث. أنا أظن أنه يريد أن يقول الذي يحدث الآن حدث قديم. حدث ليس جديدا. فأنا أظن هذا. الذي يحدث الآن حدث قديم. الذي يحدث الآن حدث قديم. بدأ منذ زمن. تصرف إسرائيل. ماذا نقول؟ تصرفت. لأن إسرائيل ماذا؟ مؤنث. تصرفت إسرائيل بوحشية ضد الشعب. ضد شعب فلسطين، نعم. طيب، هنا بعد التصحيح، الذي يحدث الآن حدث، الذي يحدث الآن حدث قديم، تتصرف دائما إسرائيل بوحشية، تتصرف، لأنه ماضي وحاضر، إذن هي تتصرف، تتصرف إسرائيل، إسرائيل بوحشية ضد شعب فلسطين. تتصرف إسرائيل دائما بوحشية ضد شعب فلسطين. طيب هنا الأخبار الجديدة يعني هم يقتلون كثيرا من الأولاد والنساء وشخص عجوز. ما رأيكم في هذا؟ ما رأيكم في هذا؟ هو يريد أن يقول الأخبار الجديدة تقول كثيرا من الأولاد والنساء والشيوخ قتلوا. حسب الأخبار الجديدة قتل كثير من الأولاد والنساء والشيوخ. هذا فقط الذي يمكن أن نقوله هنا. حسب
حسب الأخبار الجديدة. الأخبار حسب آخر الأخبار، ليس الأخبار الجديدة أيضا، حسب آخر الأخبار، صح؟ حسب آخر الأخبار قتل ماذا؟ كثير من الأطفال والنساء والشيوخ. هذا أعتقد خلاص، أعتقد هذا يعني يكفي إلى هنا، لأن الأستاذة أسماء تريد أن تقدم لنا. أسماء صح؟ ليس مريم. طيب، عندنا لكم اليوم مفاجأة إن شاء الله. هذه المفاجأة تقول بأننا لن نتوقف هنا إن شاء الله، وسنستمر في تصحيح أخبار الطلاب، ولكن في المرة القادمة سننتقل إلى الممارسة الحقيقية للغة. سنحاول أن ندرب الطلاب على الكلام والاستماع والكتابة والقراءة إن شاء الله. ستأتي واحدة واحدة، لا يأتي كل شيء مرة واحدة، المرة القادمة إن شاء الله نعلن عنها إن شاء الله، ربما تكون بعد الامتحانات، ربما في أول السمستر القادم، في أول فصل الدراسة القادم إن شاء الله نبدأ هذه الدورة المحادثة العربية. سأحاول أن أجمع لكم مواقف كثيرة من المحادثة العربية تساعدكم في الكلام باللغة العربية إن شاء الله، لن ندرس مرة واحدة كهذه المرة، سنأخذ مثلا كل أسبوع ساعتين، في يوم الجمعة مثلا بعد صلاة الجمعة نأخذ ساعتين لمدة شهر شهرين، بحيث أننا نستمر في استخدام اللغة. مرة في المحادثة مع تحديات المحادثة، ومرة مع تحديات الاستماع، ومرة مع تحديات الكتابة، ومرة مع تحديات القراءة، إلى أن نحقق مهارة جيدة في اللغة العربية. وبهذا أكتفي، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.